أعلن وزير المالية أحمد كوجك صرف 1,900,000,000 جنيه دفعة جديدة ل 560 شركة مصدرة من دعم الحكومة للمستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري. وأشار وزير المالية إلى أنه بهذه الدفعة من المبادرة يبلغ عدد الشركات المستفيدة بالمرحلة السابعة 1,590 شركة بإجمالي مساندة تصديرية نحو 13 مليار جنيه تم صرفها خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس. وأوضح وزير المالية أن إجمالي قيمة دعم الحكومة المسدد بالفعل للمصدرين منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر من عام 2019 سيبلغ بعد الدفعة الجديدة نحو 66 مليار و900 مليون جنيه للمصدرين.